العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. انفصل باسي حضانتك، حضانت مشتق لحيضن، حيضاد نون بمعنى كوشو باوشة. جاء حضانت كأشياء حضانت به وكوشنو مستلاني بو شغل وحيفة وجورشتان بالوزن في عادة إذا شاهد لمحاورات لقفتو قومشتا حضانت بيجنو أمانا أنا تبقي قاعدة بي حضانت بي حزانت حضانت عبارة لا برور ذكرتني منال يعني أوج وكو أركيك أسبير دريا بكرسي عيسى مثلا بدايك بي بباوق بي شوزانم بفول بي بنانق بي بكرسيك أسبير دريا طبعا متدا آي حق بكيهو كي أحق لو موردا وأوانا وباسي واك أفرمي وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد أجر هاتو بياو لجنكي جابو ووا وحالو حالبو أو بياو لو جن منعو يقبو إذا قرياك جفرناك فهي أحق بحضانته إلى سبع سنين فهي أو زوجي واتا أو جن شايستة ترى بحضاني منعوك تا حوصال يعني تا منعوك تمني أبي بحوصال جالي را ديارا معنى يوايا باوكا كش خب حيوانتي هيا وحقي هيا بلا منية جناك أحق حق بوا يعني أقر جناك تالب بي دادقار رأي بو أو سادرك متواجبون أوتا روى أبو داود وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءتهم رأة يعني جني هذا خدمة في غنبر درود إخوانتنا فقالت يا رسول الله في أي پیغمبر إخوة إن ابني هذا كان بطني له وعاء أم كرما سكم بو أو زرف بو باشا وثدي له سقاء وممكي شنبو أو بلين مشقي أو بو يعني لو أودي ريا يا إخوانتنا وحجري له حواء وكوشي من بو أو شويني حوان نوبو واتا حواء يعني حاوي أو بو كوشي من أوي لخويا جي أكردوا حاوي بيكواتا يعني بطني وعابو سد يعني بطني ظرف يقبوا الدفر يقبوا بو أو منعلا كتالة فيابو دواي وكالة دايق بو ممكي بو بكانياو كاسفادي لكلو كوشيشي بو بشويني حوان نوب وإن أباه طلقني شني قصي الركو بيقبوه وشن هذاني وباوكي شي مني طلاق داره وأراد أن ينزعه مني ويستويتي أم من أعلم ليس ينيته فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا في أغنبال صلى الله عليه وسلم فرموي أنت أحق به ما لم تنكحي تو لا يقترب من عريتا ما دام شوناكي يعني تاكاتيك شوناكي تو حقي حزانته زيادة هي لبياوك ثم يخير بين أبويه دو حصالك إذا مجمع لك أي أوزه أمجار مخيلك ليه لبيني باوكو دايكيه بمعنى هر كامكاني هل بجار زندجي لقو هر كامكاني في خوشبو أشي ولا أوي كان طبيعية أقل لو ما أوي حصاله من حق من دار بدايكك للا أبوبي ديالة بمناوي لا أقول أبوبي باوكي ناناسي هل أشي ولا دايكي وهني الله فجاء مخيلك ليه فأيه مختار سلم إليه هر كامي كان هل بجيري بو أسبير دري متواجبي على ترمزي وغيري أو جرباتي أنكرو لأبي هريرة رضي خالي به على أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه يعني بيغمبر دور دي خالي سبب من على كي مثلا وادي ركبت تمن حوصالي لكاتك كباكو دايكي كيشان ومخيري كلا بيني باكو دايكي وفي رواية عند أبي داود وغيره أن امرأة جاءت يعني جنيها وخزمة في أغنبر ودخزمة فقالت يا رسول الله في أغنبر إخوة إن زوجي يريد أن يذهب ببني أم يردم قركتي كركا بري وقد سقاني من بئري أبي عينبا شاكا وبحقيقة أو بياوا مني أو دير كردوه أبي بمن بخشيوه لبيري أبي عينبه
وقد نفعني سودي في أني أو من الله أو من الله أو نجو ربوها لبيري أبي عين ذو أبي بو منها وردها عادة من الله شبو كاني أو يري أها يعني جوا تعاو حد والسودي شبا من جانوا جنودي وأتمنى الله كم جيان دوت أو حد تعاو حد جورم كردوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استهما عليه فرمي قرعك يا شن دسري بلان قرعبنا وكام ثانو ذاكي فقال زوجها أمجع من الذكي وتي من يحاقني في ولدي كيها وحق لمنا لمنا وكما من الله من الله يخوم وحقي أو نية فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمجع في غمر فرمي يعني في غمر أو كابرا حاضرنا بقرعك رشيكا بلا أمرها في غمر فرمي بمنع لك هذا أبوك وهذه أمك أعمى باوكت وأمشى دايكت فخذ بيدي أيهما شئت دسي هركا بيك أنا في خوش بيقدر ولا قضي برو فأخذ بيدي أمه منع لكيش دسي دايكي قد فانطلقت به دايكا كم منع لكي لقل خويبت بئري أبي عين ذا بئري معي معين صادني يا بدو عينك هو ده وتب بيرك معين ها بالضبط بالضبط ده شاب شن مؤنث شاب يتب بئر معينة يا بئر معينين معينة من فر ببيري أو به النس إذا عفا به نفس صفة موصوف إن أجر صفة موصوف شاب يتب بئر معينة شاب بئر مؤنثة وني القرآن هي وبئر معطلة وقصر مشي الظاهر أنه كان في مكان بعيد زين وهذا كله شو نكدور بوه أو شنو تأتي أو لو بيروا أو موتيري وهي تعني ومبسي وهي أن ولدها قد كبر يعني من عرقي قول أبوها يا كبر أو أبو السن أريبو السن سلوها لبي ولي كبوريش بي يعني قول أبوها وأصبح يستطيع القيام بما ينفعها وويلها تو من عرقا كاستطاعي أن جامداني اشتكي هي كنفعي به بعد أن قامت بتربيته حيث كان صغيرا دعي أوي كأمجنا تربيتي أو مناري أنجام داوة لكاتك مناره كلا ينفعها بشيء وتاني كني أتواني أو منار لو اختع هش سودي كيف بجاني بلا ميسا قشوتا أو حدك أتواني سودي كيف بجاني استهيما يعني اخترعا يحاقوني يعني يخاصموني كلا أحق دا درجيني بمخاصمي من أكا داوة يحقك على قلمنا يعني كي حقي هي شان وشاني من لقوي لقوي من شان وشان بيو بيقل على وقل من كيشي وشرائط الحضانة سبع شرطة كاني حضانة حوت شرطة يكي كان عقله يعني أو كسيك حضانتك كأبي عقل به والحرية أبي عبد نبي جارية نبي بغي والدين أبي مسلمان به باشا يعني حاضين مسلمان به أقل محلونك إيش مسلمان به ولي أقد يعلم محظونك يعني من علاك فردا أم روداوة لنا ومثلا جمعك غير مسلمان أود لازم نحكى ديني إسلامي ببيتنا والعفة وأبي أبرو مندبن والأمانة داري أمانة به والإقامة أبي كوشر نبي مقيمي شوينك به كوشر به لشوينك وشوينك دنبي والخلو من زوجي أبي خالي لزوج بياني مساءو جناك أو حلاناك ميردي نبي بس أقع ميردي ببي شاهدوا ميرد أو قبول ما قشبة كاروباري ميرد كي أبقى ها في غنبة فرمي ما لم تنكحي فإن اختل منها شرط سقطت بلا يعني أقل هاتو آلو حو شرطك باس ما انكر شرطي كان اختلال بياكا أو سقطت الحضانة يا سقطت الحضانة يعني الحضانة نامين موفق بيش